حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد علي الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي في غرفة تجارة وصناعة البحرين. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. إذن للمرة مرة أخرى يعني يتم توقيع على هذه الوثيقة من قبل أكثر من 200 تاجر في مملكة البحرين. ما أهمية هذه الوثيقة في الحفاظ على قدرات الشرائية للمستهلكين؟ أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. في البداية أود أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريك لجلالة الملك المعظم ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، كما أشكركم على هذه الاستضافة والتطرق إلى موضوع جدا مهم، خصوصا وإحنا في رحاب شهر رمضان المبارك. موضوع ملف الأمن الغذائي اليوم يشكل أولوية عندنا في البحرين بشكل خاص والخليج والعالم بشكل عام، وإحنا كتجار نتعامل مع هذا الملف من جانب المسؤولية الوطنية كفريق البحرين تجاه المواطنين والمقيمين، حيث أن تجار المواد الغذائية وفي المملكة خصوصا المواقعين على الوثيقة يساهمون في توفير المواد الغذائية من مصادر متعددة في العالم وبأنواع وأصناف مختلفة، تضمن حق المستهلك الاختيار بين الأنواع والأسعار لتكون في متناول يد الجميع. نعم، أيضا كما قلت هي ليست الوثيقة الأولى التي تم التوقيع عليها من قبل يعني تجار مملكة البحرين، يعني نود نتعرف أكثر على بنود هذه الوثيقة وما هي الآلية المتبعة لاستقطاب التجار في كل عام للتوقيع عليها. مثل ما خبرتك هذه الله يسلمك واجب وطني. نعم. وواجبنا تجاه المجتمع، وكما سبق أكدت أن التاجر البحريني يتعامل مع ملف الأمن الغذائي من باب الواجب الوطني وهو لاعب مهم في فريق البحرين. لذا تشوفهم متسابقين في توفير مخزون المواد الغذائية اللي في باحتياجات السوق لمدة تزيد عن 4 أشهر، وتتضمن الوثيقة تعهد شرفي من قبل 211 تاجر في 2024 في المملكة بعدم رفع أسعار السلع لشهر رمضان المبارك، ونطمئن المستهلكين وتجار التجزئة بتوافر كميات غذائية كبيرة بالإضافة إلى توفير العروض على السلع اللي يزداد عليها الطلب في رمضان دون غيره من الأشهر اللي تناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك. وعموما خلال أسبوعين معظم المواد الغذائية الرمضانية راح تنزل لأن استهلاكها بيكون بعد رمضان شبه معدم، يعني عندك حب الهريس، الجلي، القيمات، اليريش، هذه كل أسعارها راح تنزل خلال الأسبوعين القادمين. نعم، السيد خالد الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي في غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.